خبرة الرئيس، احنا يعني المفروض النهارده نكون بنتكلم عن فترة عامين من تولي حضرتك رئاسة جمهورية مصر العربية، بس لو أذنت لي اني ابدأ مع حضرتك من قبل كده بشوية، وفي صورة حاضرة في ذهني جدا. وحضرتك وزير للدفاع، وحضرتك كنت قاعد بتستمع الى خطاب الرئيس السابق محمد مرسي، وكنت حضرتك بالظبط كنت عامل كده وتبتسم وانت حضرتك بتسمع. ايه اللي كان داير في ذهنك في اللحظه دي؟ الحقيقه اللي كان داير في ذهني ان احنا بنفقد فرصه. نظام الحكم في المرحله ديت ما كانش قادر يعني يتفاهم بشكل مناسب ويرضي المصريين، ودخل بفكره في اشكاليه كبيره جدا مع الدوله المصريه بكل ما تعنيه هذه الكلمه. دخل في صراع مع المؤسسات، دخل في صراع مع الرأي العام، وأنا كنت شايف إن هو بيضع الدولة في مأزق كبير. ده اللي كنت شايفه في اللحظة ديت، لأن كانت آخر فرصة. الابتسامة كانت بتعني إن هم ما يعرفوش المصريين. الشعب المصري شعب واعي قوي وعظيم، ومش بالقوة حد يسوده يعني. وبالتالي عايز اقول له انك كده انتوا مش هتنجحوا، وكده انتوا الناس هتخرج عليكم، وده اللي حصل.